السلام عليكم السلام عليكم تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم السلام عليكم تقبل الله منا ومنكم الحمد لله وطلني دو يا مدرسه يا مواد ما سبع ودع الزمن نعمة وسط البلا الحمد البلا الحمد تقوى الغنم فلا يجزئ من الإبل إلا ما كان له سنين وفي البقر ما كان له سنتان وفي المعز ما كان له سنة وفي الرهن ما كان له نصف سنة فما كان دون ذلك فلا يجزئ ولا تجزئ الذات العين البين عوارها فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تجوز في الأضحية العوراء البين عوارها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها ثم اعلموا رحمكم الله أنه كلما كانت الأضحية أكمل وأطيب كانت عند الله أفضل وأعظم أجرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله هذه الأضاحي عبادة تتقربون بها إلى ربكم